تحديث جديد نزل النهاردة البروجيكت ما بقالهوش ما دخلوش على نص ساعة لسه نازل، قلت بقى اخده كده طازة اجربه لكم مع بعض كده واعرفكم ازاي تحملوه بالمرة. بالمناسبة رابط اللعبة في اول تعليق، فانزل بقى حملها. تعالوا بقى نجربها دلوقتي ونشوف ايه بقى التحديث. انا بقى لي فترة والله ما بنزلش تحديثات من المطورين عشان انا تعبت والله، تعبت نفسيا بجد. فانا هقول خلاص كده اراهن ان التحديث ده بقى له حوالي تحديثين او ثلاثة انا فوتهم. فتعالوا بقى نخش بقى في التحديث العسل ده، التحديث الروعة، التحديث الجميل. فتعالوا نخش بقى نجرب. انا شايفك اذا انت مش عامل لايك انزل اعمل اللايك، يلا فورا يا صاحبي، يلا يلا. لو انت مش مشترك انزل اشترك، ليه ما بيكهربش والله، خلاص خلاص مش فاضل لنا حاجة على الاربع تلاتة، انزل اشترك. يلا يلا بينا نخش في نجرب اللعبة. ما انتوا كده ما شايفين يا شباب، هنروح نجرب لودينج اهوت. بسم الله نجرب كده نشوف ايه الاضافات بتاعت التحديث العسل اللي احنا شايفينه النهارده. بسم الله الرحمن الرحيم. لا بقول لك ايه بقى، بص ننزل على طول من القطر كده، مش عايز رغي. طيب نجرب كده نشوف الدنيا عامله ازاي. ده عمود الالغاز اللي احنا عارفينه. طيب عمود الالغاز اهو يا شباب، هنحله. تمام مية مية خالص، الدنيا روقان خالص، الدنيا عسل، الدنيا عسل معانا بيظبطنا. تعالوا بقى نخش كده نشوف هو ايه. لسه برضك العمود التاني مفيش فايده، مش ما اتعملش لسه لغايه دلوقتي. طب انت عملت ايه في التحديث الجديد؟ مش مشكله. طيب نروح نودي التوي للمكان نشوفها في اضافه جديده ولا لا. تمام يا شباب اهو حطيتها. دلوقتي انا مش عارف اعمل ايه دلوقتي حاليا. دلوقتي هنط هنا، قفلت الباب، هاجي واجه هيعدي. تمام تعالوا بقى نخش كده بقى يا شباب. فين الإضافة؟ فين الإضافة حبيبي؟ أعمل إيه هنا طيب؟ طب هو المكان ده مش المفروض أعمل إيه يعني؟ أعمل إيه؟ فين التحديث؟ لا بجد فين اللي اتغير من ساعة ما أنا عملت آخر فيديو عنك؟ لا بجد فين؟ إيه يا باشا الكلام ده يا باشا؟ إيه ده يا باشا؟ حرام بجد والله، كل ده كل الأيام اللي فاتت دي وأنت بتعمل في الحاجات البسيطة دي؟ إيه ده؟ لا 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 لا، لا. أنت بتهزر. لا انت بتهزر صح؟ انت اكيد بتهزر. فين الجديد في مود الوحش؟ هنضرب الراجل ده على قفاه، هناخده نرميه البلاعة، هنروح نفصل السلكة عن المكنة او العمود الالغاز اللي هناك. بس فين الجديد؟ انا خلاص كده خلاص زهقت خلاص، انا نفسيتي تعبت بجد بجد. توكلوا على الله يا جماعة، عشان انا والله انا سئت التحديثات حاجات بسيطة والله، حاجات بسيطة جدا. فياريت منك تطور الفترة الجاية أكتر من كده، اشتغل على نفسك شوية يا عم الحاج عشان نلاقي جودة أفضل من كده. ولا أقول لكم سيبكم من كل ده كده واتفرجوا على الفيديو اللي جاي إن شاء الله اللي لسه هينزل بعد شوية. روح شوف القناة هتلاقي الفيديو نزل على طول بعدين. بس كده سلام. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time, to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall.